عمرو وفقا للارقام وفقا للمراكز الفرقتين وفقا للمستوى اللي بيقدمه الفرقتين في الفتره الاخيره، هل النهارده يعتبر لقاء في المتناول بالنسبه للمصري؟ المفروض ان هو يبقى في المتناول، ولكن مع الـ يعني الـ الشكل الدفاعي المظبوط، لان دايما النادي المصري بيستقبل اهداف بشكل غير طبيعي. فانا شايف من وجهة نظري لا، على الورق لو بصينا على فرقة المصري وفرقة فاركو، لا في فوارق فنية بشكل كبير جدا في المستوى الهجومي او على مستوى وسط الملعب. ما ينقص النادي المصري هو مشاكل الدفاعية اللي لازم بيعاني منها ولا زال يعاني منها. وعليه كابتن علي ماهر لازم يبقى فيه تغيير في الخط الدفاعي، ولازم يبقى فيه انسجام للعيبة اللي موجودة. ولا تغيير طريقة؟ انا شايف من وجهة نظري تغيير طريقة. بس هو كابتن علي ماهر مش هيغير طريقة. يعني كابتن علي ماهر هو مقتنع بالتمانيتين. تقصد انه مثلا ممكن يقلل الاندفاع الهجومي؟ ما هو مش هيقلل الاندفاع، يدي ادوار دفاعيه اكتر لعيبه نص الملعب. ما هو ده خلي بالك، الاندفاع الهجومي ده صريح برضو يا عم. يعني دايما الاندفاع الهجومي ده بيأثر على الشكل الدفاعي طبعا جدا. وفي الاخر اللي بيشيلها مين؟ اللي بيشيلها الخط الدفاعي. ولكن انت بتقول انت عندك ثلاثه في نص الملعب، ثلاثه مين؟ محمود حماده ومعتز زدام وغلاس جناوي. غلاس بيبقى طاير صح، وزدام ساعات بيبقى طاير، ومحمود حماده بيبقى طاير بالظبط كده. فنص الملعب ما بتلعبش اصلا بهاف ديفندر صريح يعني بالظبط. فهو القصه ان انت لازم تعمل توازن في الحته دي. دكتور طه اتكلم في نقطة مهمة جدا ان المصري بيعاني منها، ان انت مندفع هجوميا بشكل كبير جدا في طريقة لعبك. ايوه. فانت النهارده هل الكابتن علي ماهر ممكن يفكر في تغيير طريقة اللعب؟ ما اعتقدش. هو هيفضل مكمل بالشكل ده. زي ما كنا بنقول على كابتن حسام حسن دايس على البنزين، هو كابتن علي ماهر برضو دايس على البنزين. هو متخيل ان اللعيبة بتاعته تقدر تحرز اهداف في اي وقت، تحط الفرقة اللي قدامها تحت الضغط العالي في اي وقت، ولكن مهم جدا التحولات الهجوميه لاي فرقه. ويمكن انا قلتها من بدايه الموسم، قلت النادي المصري اللي هيتعبه اي فرقه بتعمل تحولات هجوميه سريعه. اي فرقه هتقدر تستغل المساحات اللي تقدر تطلع عليها بشكل كبير جدا، وهتحقق اهداف. وده الواقع اللي موجود، الواقع ان انت داخل فيك 24 هدف، فانت لازم تعالج النقطه دي. لو ما عالجتش النقطه دي هتاخد استحواذ 100%، هتاخد كنترول على الكره 100%، الكرة التانية هتبقى بتاعتك طول المباراة، في الآخر هتخسر الثلاث نقاط. ليه؟ عشان ما عندكش توازن دفاعي، ما بتلعبش بتوازن دفاعي. أي فرقة تضربك مع التحولات الهجومية، أي فرقة تستغل المساحات بتاعتك مع التحولات الهجومية السليمة، وإن الخطوط بتطلع بشكل مظبوط. فأنت عندك مشكلة لازم تعالجها، سواء كابتن علي ماهر لازم يفكر في الأمر ده، سواء تدعيم الخط الدفاعي أو الإبقاء على ناس 3 4 5 مباريات مع بعض، يبقى في تجانس اكتر من كده. لكن التغييرات برضو نقطه في التجانس دي يا كريم مهمه جدا جدا جدا، لان هي مش موجوده في النادي المصري. لو بصيت على كل تشكيلات النادي المصري من بدايه الموسم لنهايته، هتلاقي ان الخط الدفاعي كل مباراه مع الثانيه بيبقى فيه تغيير. صح. وده مش لمصلحه الفريق. مصلحه الفريق ان انت تثبت اتنين مع اخطائهم. يعني هتلاقي اخطاء في المباريات، او المباراه مع الوقت هيبدا بقى بالظبط تقدر توصل للانسجام الكامل في خط الدفاع.